تهتم كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. وفي آية تانية بنقول: فمتى سلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. دي في متى 10 آية 19 و20. فالحكمة الإلهية ليست ضد الثقافة، ولكن هي اللي بتخضع المعلومات والثقافة بتاعة العالم دي لحاجة كده نسميها احنا الفلتر الإلهي. ليس كل معلومة تبني الإنسان، وليس كل معرفة تجعل لنا علاقة مع الله. هناك عدد كبير من المعارف والمعلومات اللي تهز علاقتنا بربنا، اللي تبعدنا عن الله. هناك نظريات فلسفية، هناك مجادلات. الإنسان ساعات عاوز دايما يخضع الله لعقله، مش يخضع عقله لله. وبالتالي المعرفة اللي بعيدة عن ربنا والحكمة اللي بعيدة عن الله، الحكمة البشرية، هي عادة حكمة تبعد الإنسان عن الله. على العكس تماما، الإنسان ممكن يكون بسيط، لكن علاقته بربنا بتخليه إنسان حكيم. القديس الأنبا أنطونيوس ما كانش بيقرأ كويس، وبعض الناس قالوا ما كانش بيقرأ خالص، ومع ذلك له 20 رسالة بعتها للآباء الرهبان. وكان الفلاسفة من كل أنحاء العالم بييجوا ويتكلموا معاه ويتعلموا منه. كان صحيح بسيط في معرفته الأرضية، ولكن كانت معرفته بالله وحكمة الإلهية كان قوي جدا فيها، فالكل كان يجي ويتعلم منه. حتى القديس أثناسيوس الرسولي اللي هو يعتبر أستاذ عصره، واللي يعتبر الأساس اللي حط لينا كل التعاليم اللاهوتية وبنرجع ليه إلى الآن، مش عندنا احنا بس، في كل أنحاء العالم الجميع يرجع لكتابات القديس أثناسيوس الرسولي وكتابات القديس كورولوس عمود الدين. ذهب هذا القديس العظيم للأنبا أنطونيوس وجلس عند قدميه ليتعلم منه، يتعلم منه الحكمة الإلهية. في يوم من الأيام في 3 من الآباء الرهبان ذهبوا للقديس القديس عبد المسيح الحبشي. كان راهب أثيوبي بسيط جدا، وكانت لغة الأثيوبية والعربية داخلين في بعض، فكان يتكلم عربي ضعيف، يعني يتكلم عربي كده على أمهاري اللي هو اللغة الأمهارية اللي هي اللغة الأثيوبية. ومع ذلك ذهب 3 رهبان لي. كان مين هم؟ كان من ضمنهم الأنبا شنودة أسقف التعليم، كان لسه مرسوم، وكان أبونا سرابامون اللي هو هيبقى الأنبا سرابامون بعد كده أسقف دير الأنبا بشوي، مش متذكر الثالث، بس الثالث كان برضه من آباء الكنيسة الكبار. ذهبوا جميعهم إلى هذا القديس العظيم ليأخذوا منه المعرفة الإلهية، رغم أنه هو كان بسيط جدا في معرفته، وكانت قراءاته محدودة لأنه ما كانش متعلم تعليم عالي، لكن الكل كان رايح عشان ياخد بركته. والقديس عبد المسيح الحبشي كان له علاقة قوية جدا بالبابا شنودة، وهو راهب كان اسمه البابا شنودة، كان اسمه أبونا أنطونيوس السرياني. وكان دايما يقول أن الراهب ما يترسمش أسقف، وإذا تعرض عليه يترسم أسقف يرفض. والبابا أبونا أنطونيوس السرياني كان اترسم ساعتها أنبا شنودة أسقف التعليم، صحيح ده رغم إرادته، لكن دي كانت إرادة الله. فاتفقوا الآباء الرهبان أن هم ما يقولوش لي أنه أبونا أنطونيوس اترسم أسقف للتعليم. ومع ذلك فوجئوا بعد ما قعدوا معاه ان هو بيتكلمهم عن انجيل الراعي الصالح. فبصوا لبعض كده وابتسموا ابتسامه بسيطه، وعرفوا انه
المعرفة الروح القدس أرشد أبونا عبد المسيح للي حصل، وإن أبونا أنطونيوس السيرياني اترسم أسقف للتعليم وما تكلمش خالص. هو قاعد يتكلم عن الرعاية والراعي الصالح وما تكلمش خالص وما قالش أي حاجة تاني. دي حكمة الله. الحكمة بتاعت ربنا حكمة ممكن تكون بسيطة في كلامها ولكن عميقة جدا في تأثيرها. السيد المسيح كان قاعد في معجزة 5000 شخص غير الرجال والنساء والأطفال، يعني ما لا يقل عن 15000 شخص، قاعد يكلمهم لساعات طويلة. فالتلاميذ جم وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى الحقول والقرى المحيطة ليجدوا ما يأكلون، ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون. فالسؤال الطبيعي، طب وأنا منحهم؟ طيب ما ينصرفوا، اللي تعبان ممكن يمشي براحته، هو أنا أكبرتهم على شيء؟ لا، سيد المسيح ما أكبرهمش، لكن كلامه الحلو هو اللي أكبر الناس على الجلوس وإنهم ما يحسوش بالأكل بالجوع. الكلام الحكمة الإلهية كلام مشبع مفرح بيدي سلام للإنسان، فما بيحسش باحتياجه الطبيعي حتى للأكل. مش معنى كده إنه مش هياكل خالص، بس ياكل قد إيه مش مهم، ياكل إيه مش مشكلة، هو لقى شبعه من مصدر تاني. ونلاحظ ان السيد المسيح لما كان بيتكلم ما كانش بيكلم علماء، ده كان بيكلم ناس بسيطة، ده كان بيتكلم في الجليل. الجليل ده كان بعض الرعاة بتاع الأغنام وصيادين السمك، عشان في بحيرة اسمها بحيرة الجليل ففي صيادين السمك وبعض الفلاحين، لأنه المكان هناك كان فيه أراضي حلوة للزراعة. ده الناس اللي كان بيكلم، كان يكلم البسطاء بكلام يتناسب معهم ولكن عميق جدا في تأثيره. كلامات الله مش كلمات عصر على الفهم، لا، كلمات بسيطة. ولما تلاقوا كلمات فلسفية كبيرة اعرفوا انه دي يعني الله مش عاوز ده، هو الله عاوز الحاجات الكلام البسيطة الحلو، بس بيبقى ليه تأثير قوي عميق جدا. كمان كلمات الحكمة الإلهية كلمات وديعة ما فيهاش عنف ولكن قوية جدا في تأثيرها، بتغير الإنسان وتهزه من جوه. وقف القديس العظيم بولس الرسول أمام فاستوس الوالي، وفاستوس الوالي كان عنده زيارة ملكية، جه الملك أغرباس ومعه أخته برنيكي، ودول كانوا ملوك عظماء، وجلسوا التلاتة علشان يحكموا بولس الرسول. وقعد بولس الرسول يكلمهم عن عمل المسيح معاه وازاي غيره. فمن قوة كلامه فاستوس الوالي قال له: أنت تهزي يا بولس، الكتب الكثيرة حوالتك إلى الهزيان. فرد عليه قال له: لا، أنا لا أهزي أيها العزيز فاستوس. شوف بيكلمه باحترام ازاي رغم أنه هو بيتهمه أنه هو راجل مجنون. قال له: أنا لا أهزي أيها العزيز فاستوس، إنما أتكلم بكلمات الصدق والصح. وبص كده للملك أغرباس لأنه كان يهودي، قال له: أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ وراح ردد هو برضه قديس بولس الرسول، قال له: أنا أعلم إنك تؤمن. فرد عليه الملك أغرباس قال له: بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا. في أول كانت محاكمة علشان هيحكموا عليه ويدنوه، وفي النهاية لما الله أعطى حكمة للقديس بولس تحول الموقف وصار هو المغير للملك، وأصبح الملك بيبص له باحترام وعاوز يعرف أكتر عن المسيح، بل قال: بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا، يعني أصبح عنده استعداد كمان للدخول إلى الإيمان. هذه هي الحكمة الإلهية الذي لا يستطيع جميع معاندين أن يقاوموها أو يناقضوها، لأنها فيها قوة إلهية، قوة وعمل الروح القدس في الإنسان. دايما لما نيجي نحكي في حكاياتنا نحكي عن أبائنا البسطاء وأمهاتنا البسطاء، نقول: كانت زمان والدتي، كانت زمان جدتي، ونكتشف انه تعاليم اجدادنا زمان كانت تعاليم جميلة مشبعة كلنا بنتعلم منها، ونكتشف انه حياتهم البرة رغم علمهم البسيط كانت لها تأثير قوي في حياتنا
أفضل بكتير من تأثير الناس اللي خدوا علم لكن ما خدوش علاقة مع ربنا. ونكتشف إنه الأساس اللي هم قالوه والمبادئ اللي هم قالوها هي المبادئ الأساسية اللي احنا بنحاول ننفذها. وقعدت مع ناس كتير يقولولنا يا ما أمهاتنا قالولنا، مع الأسف مفيش دلوقتي نفس العلم بتاعهم بتاع زمان ده، لأنهم كانوا ناس ليهم علاقة حلوة بربنا، فمش بيتكلموا من علمهم هم، لا بيتكلموا من النعم الإلهية اللي بتعطيهم حكمة. أخيرا، كيف أقتني الحكمة؟ أي فضيلة عاوز الإنسان يحصل عليها يبدأ أولا يصلي. عشان كده القديس يعقوب بيقول وإنما إن كان أحدكم تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي الله له. يعني إيه لا يعير؟ يعني ما بيوزنش. على قد ما أنت عاوز ربنا هيديك، على قد ما أنت تقدر ربنا هيديك. فيجي واحد يقولك يعني إيه على قد ما نقدر؟ على قد ما تمتلك من تواضع يعطيك الله حكمة. لأن لو أعطاك الله حكمة وإنت عندك كبرياء، ممكن الحكمة دي تخليك متكبر بزيادة فتبتعد عن النعمة الإلهية. فعلى قد ما بيكون الإنسان متواضع وعلى قد ما بيكون متكل مع على ربنا وليه علاقة حلوة به، يعطيها الله حكمة. الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى الله له. أشهر مثال لطلب الحكمة هو سليمان الحكيم، سليمان الملك. لما ربنا قال له عاوز إيه؟ قال له عاوز حكمة. كان سنه 20 سنة وكان هيحكم مملكة عظيمة مترامية الأطراف، واسعة جدا، فيها منظومة إدارية معقدة. إزاي أنا اللي عندي 20 سنة وما عنديش أي خبرات في الحياة هعمل ده؟ قال له ربنا طب أنا بقى هديك حكمة، لا في حد خدها قبلك ولا في حد هياخدها بعدك. ولكن مع الأسف سليمان العالم خدعه وسقط في الخطأ. دي أول حاجة، أطلب من الله فسيعطيك. الصلاة تعطيك أي فضيلة عاوزها، أطلب صلي من أجلها. وخدوا بالكم أن الفضيلة في حد ذاتها مش هدف، الهدف هو الله، إنما الفضائل وسيلة علشان أنا أتقرب منها زيادة إلى الله. الحاجة التانية، فتش الكتاب المقدس، ففيه مزخر كنوز للحكمة، فيه أسفار للحكمة، أسفار زي الجامعة وأمثال وسفر الحكمة ويشوع بن صراخ وسفر أيوب. دي أسفار كلها مليانة حكمة. وباقي أسفار الكتاب المقدس هتلاقي فيها حكمة عميقة جدا. الإنسان كل ما يقرأ ياخد أكتر، وكل ما يقرأ تزداد معرفته ومداركه أكتر. إذن أول حاجة صلي، تاني حاجة اقرأ الكتاب المقدس بالراحة، ما تقراش كتير، اقرأ قليل بس حاول تركز في اللي بتقراه، وحاول تحفظ على قد ما تقدر اللي انت بتقراه. طيب اول صلينا وقرينا الكتاب، في حاجة تالتة، تتلمز. يعني ايه؟ خلي دايما ليك اب روحي تتلمز عليه، تتلمز على سير القديسين، تتلمز على اقوال الاباء، تتلمز على العظات اللي بتسمعها. النهاردة عندنا باسم الصليب في النت كمية عظات للآباء كبيرة جدا. لو الإنسان كل، مش كل يوم، لو كل أسبوع صدقوني سمع عظة وركز فيها هياخد كتير. تتلمز، التلمذة، التلمذة تعطي حكمة. وعلى رأي أحد الشعراء الذي اللي قال خذوا الحكمة، خذوا العلم من أربابه وخذوا الحكمة من الحكماء. ففي تلمذة. الحاجة الرابعة، الحاجة الرابعة، اسمع كتير واتكلم قليل. زي ما قال القديس يعقوب، إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. هيبقى مسرع في حاجة واحدة، الاستماع، ويبقى مبطئ دايما في التكلم،
مبطئ دايما في الغضب، اتكلم قليل واسمع كتير. دي احد ابواب الحكمة. الانسان يقتني الحكمة. الانسان اللي بيتكلم كتير ما بيلحقش يركز، ما بيلحقش يعيش العمق اللي بيسمعه. الانسان اللي بيتكلم كتير عادة بيبقى انسان متكبر، عاوز يثبت نفسه. الانسان المتواضع لا، ما يتكلمش كتير، هو عاوز يسمع صوت الله، لانه صوت الله بيشبعه. اذا لكي تقتنوا الحكمة، ياكل الانسان، يصلي، يقرا الكتاب المقدس، يتتلمذ على سير الآباء وأقوالهم، عظتهم، ليكن كل إنسان زي ما قال القديس يعقوب. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لكي يقتني الحكمة الإلهية. نقول الآية بتاعة النهاردة تاني: لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. في لوقا 21:15: لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. ربنا يبارك في حياتكم، يملاكم بالنعمة، يملاكم بالمعرفة والحكمة الإلهية، وللهنا المجد دائما أبديا. أمين.